طيب الكلام اكيد هيكون مهم جدا على تفاصيل استعدادات النادي الاهلي لمواجهه يوم الجمعه الساعه 6 مساء باذن الله تعالى امام فريق نهضه بركان في مباراه السوبر الافريقي. هذه البطوله والمباراه الهامه جدا علشان نطمن بشكل كبير جدا على بعثه النادي الاهلي هناك في الدوحه. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة النادي الأهلي هناك في قطر عشان نطمن من خلاله على كل التفاصيل. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، طبعا كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله تكونوا موفقين وإن شاء الله ترجعوا لنا بالبطولة يا كريم، لكن أنا من خلالك عايز تحط كل كواليس بعثة النادي الأهلي وتحط جمهور النادي الأهلي أمام هذه الكواليس بكل تفاصيلها وعيشنا الأجواء كأننا معاكم يا كريم، اتفضل. بالتأكيد طبعا زميلي أمير، يعني مرحلة صعبة ويمكن رحلة كانت شاقة جدا الحقيقة من جنوب أفريقيا إلى الدوحة، يعني استغرقت أكثر من 12 أو 13 ساعة ترانزيت ثم وصولنا إلى مطار الدوحة. أنت عارف طبعا زميلي أمير الطائرة كانت من جنوب أفريقيا 12 ظهرا 7 ساعات إلى أسوان ثم ساعة ترانزيت ثم 3 ساعات مباشرة إلى الدوحة. يمكن وصلنا في توقيت يعني في صعوبة شوية، يعني 12 أو 1 مساء بتوقيت طبعا الدوحة، مباشرة دخلنا إلى مطار الدوحة. الإجراءات يعني حاجة رائعة جدا ومميزة جدا، الإجراءات الاحترازية هنا حاجة منظمة وحاجة بتساعد أكيد بشكل كبير جدا. كل الأمور الحقيقة يمكن كانت في مطار الدوحة ماشية بشكل مطمئن وطيب جدا، سواء خروجنا من المطار استقلالنا للحافلات طبعا اللي كانت منتظرة لاعبي النادي الأهلي والبعثة بها الكامل. الفندق قريب، لكن كان عايز أقول لك على نقطة قبل ما أتكلم على الكواليس. إحنا الفندق ده يمكن هو الفندق الأول، ليه أقول الأول؟ لأن لسه في فندق تاني كمان. إحنا خلاص يمكن الحمد لله طمنا على مسحه لاعبي النادي الاهلي والبعثه بها الكامل سلبيه الحمد لله. الحمد لله، فيمكن خلاص بقى دلوقتي هنبدا نخش في الفقاعه الكامله. امير انت عارف الفتره دي او ال 24 ساعه دي كانت حساسه جدا وحاسمه، يعني كنا بنتمنى طبعا ان المسحه تطلع سلبيه من قبل ما نكون متواجدين او قبل ما نعملها، لان انت عارف مباراه صعبه وما كناش حابين نفقد اي حد من لعيبه النادي الاهلي. لكن الالتزام الكبير اللي شفناه في جنوب افريقيا يعني مدينا اشارات مميزه جدا، مع الحقيقه الجهاز الطبي بالكامل الدكتور احمد ابو عبله اللي بيحاول باستمرار توعيه اللاعبين والاستمرار على الكمامات والتعقيم كل الامور دي الحمد لله اطمنا بشكل عام على سلبيه المسحه، وده كان امر مهم جدا حابين ننقله لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا يعني بعتذر على المقاطعه طبعا وانقطاع الاتصال، لكن اكيد يا امير طبعا زي ما باكد لك واقول لك اقدر اقول لك 10 دقائق تفصلنا طبعا عن توجه فريق النادي الاهلي بالكامل الى ملعب جامعه قطر اللي يستقبل التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. نقدر نقول ان النهارده التدريب مش هيكون قوي او جرعه تدريبيه قويه يا امير، لان المجهود كان طبعا كبير جدا بالنسبه لرحله امس، لكن نقدر نقول النهارده يبقى ريكفري لكل لعيبه النادي الاهلي. وفي نفس الوقت كمان عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا وهو الجو. احنا جايين من درجه حراره 7 و8 ويمكن صباحا كان 16 و17 درجه الحراره يمكن صعب جدا في قطر تصل ل 43 و5 40 وبالليل كمان في توقيت المباراه اللي هو يكون طبعا السادسه بتوقيت مصر السابعه بتوقيت الدوحه توصل الحراره الى 34 و35 رطوبه عاليه شويه. فان شاء الله باذن الله مع مرور الايام ابتداء من اليوم لعيبه النادي الاهلي بقى تدخل بدوافع جديده ورغبه جديده وتحدي جديد في السوبر الافريقي، وفي نفس الوقت يكون التعود على الجو والارض وكل الامور الخاصه بقطر. طبعا ملعب جامعه قطر وكل الملاعب هنا الحقيقه حاجه مميزه ورائعه جدا جدا جدا، يمكن الكل بيشد بالملاعب هنا ويمكن دي حاجه مميزه. احنا جايين من افريقيا ملاعب سيئه جدا، شفت ملعب لوكاس موريبي كان شكله العام كويس لكن ارضيته كانت صعبه جدا، فاكيد لما بتلعب على ملعب جيد اكيد بيساعد لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا على التاقلم والتكتيك اللي بيتسو موسيماني الحقيقه بيحضر له بشكل كبير. الراجل على طول مباشره عقب انتهاء مباراه الاخيره امام سان داونز وزع لعيبه النادي الاهلي ويمكن موسي وايضا كمان يوشا محلل الاداء حضروا اكثر من 5 مباريات لفريق نهضه البركان. الراجل بيشتغل بشكل مميز جدا على هذا الامر. النهارده كمان ان شاء الله هيكون في محاضره عقب عودتنا من الملعب الى فندق الاقامه. يمكن كل الامور يا امير الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشي بشكل طيب ومطمئن جدا، لكن حابين نطمن بقى على اللاعبين في ارضيه الملعب. عندنا طبعا محمد مجدي قفشه والصلاه وعدد كبير من اللعيبه الحقيقه يعني مجهده بشكل كبير من الرحله، لكن ان شاء الله نطمن عليهم بالكامل في التدريب زي ما باكد لك بقول لك هيكون على جامعه قطر. زي ما بقول لك يا امير الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن، لكن هو الجو بس هو امر الجو ده اللي منتظرين النهارده نشوف لعيبه النادي الاهلي على مدار التدريب الامور هتكون ماشيه ازاي، لكن الحمد لله بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي الرغبه موجوده والدوافع موجوده والتحدي كبير جدا لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نعود من قطر بالسوبر الافريقي ليكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. طيب كريم عايز اطمن على الاستعداد الذهني والنفسي لهذه المباراه، لان ده امر غايه في الاهميه بما انك كنت بتلعب مباراه
صن داونز، وهي مباراة كانت مؤهلة ومباراة مهمة جدا عشان تتأهل لدور نصف النهائي، فبالتالي داخل على مباراة السوبر الأفريقي. إزاي الجهاز الفني بيتعامل بالتحديد في الجانب النفسي مع الفريق ككل يا كريم؟ نقطة مهمة جدا اكيد يا امير، انت عارف طبعا زي ما بقول لك يعني خلاص احنا انت عارف الفصل بتاعنا سمت يعني لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني خلاص، يمكن في سمو كمان يصرح وقال هنفكر في السيمي فاينل هنفكر في البطوله الافريقيه على قد ما يكون تركيز كامل في مباراه السوبر الافريقي. الدوافع موجوده امير والرغبه موجوده مع لعيبه النادي الاهلي، وكل اللعيبه عارفه واللعيبه الكبار دورهم كبير جدا وكان ليهم دور اكبر في المباراه الاخيره. انا بربط على طول يا امير مباراه صن داونز ومباراه نهضه البركان لان انت عارف هي كلها متلاحمه في بعضها، فيمكن لعيبه النادي الاهلي مأكده على بعض ان احنا عندنا مباراتين وليس مباراه واحده، بطولتين مختلفتين لكن عندنا دوافع كبيره جدا. كابتن محمود الخطيب، الاستاذ طارق قنديل، الكل بيجتهد والكل بيحفز لعيبه النادي الاهلي على هذا الامر، فباكد لك يا امير على الدوافع الكبيره عند لعيبه النادي الاهلي. استمر الكابتن سيد الحقيقه وبيتسو موسيماني كابتن سامي قمصان على المحاضرات السريعه مع لعيبه النادي الاهلي والتحفيز. لعيبتنا مش محتاجه تحفيز على قد ما هي محتاجه ان شاء الله يكون ربنا موفقها في المباراه، لان انت عارف يا امير طبعا جمهور النادي الاهلي بيحلم بكل البطولات اللي بيدخل فيها النادي الاهلي، واللعيبه واصله لها هذا الامر بشكل كبير جدا. الضغط بس على اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت كان امر صعب شويه، لكن ان شاء الله مع الانتصارات الكل بينسى والكل بيفكر في القادم. يا رب ان شاء الله يا امير باذن الله المرحله القادمه وهذه المباراه باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي تحقيق حلم ملايين جمهور النادي الاهلي في الحصول على مباراه السوبر الافريقي. السؤال الاهم بالنسبه لي يا كريم، وانت اكتر واحد هتديني الاجابه، مدى جاهزيه علي معلول وحمدي فتحي لمباراه السوبر يوم الجمعه باذن الله؟ طمنا. يعني اقدر اقول لك حمدي فتحي ابدا بيه، حمدي فتحي الحقيقه كانت جاهزيته كامله بالنسبه لمباراه صن داونز، لكن انا بقول لك التاني كبير والتاني موجود لان يمكن راجع الراجل راجع من بعيد شويه بالنسبه ليه الاصابه، لكن تدخلاته الحقيقه واشتراكاته كانت بتديك طمانينه ان هو ممكن يكون متواجد صن داونز. يعني من المؤشرات الاولى اقدر اقول لك حمدي فتحي بنسبه كبيره ان شاء الله يكون متواجد في هذه المباراه حتى ولو على دكه البدلاء. علي معلول هنطمن النهارده في التدريب وهنطمن بكره امير معاك في التدريب وهنشوف الامور ماشيه مع علي ازاي. علي دخل في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي، قدر ان هو يفتح سبرنتات ترنات، كل الامور دي طبعا ما كانش بيقدر يعملها خلال الفتره اللي فاتت، لكن النهارده هيبان الشكل العام بالنسبه لعلي معلول وتدريب الغد بالتحديد، لان هتكون جرعه تدريبيه كامله فيها تكتيك فيها شوتنج فيها كروسات، هيبان جاهزيه علي معلول، لكن الكل جاهز. يعني علي او حمدي فتحي، سعد سمير، اكرم توفيق، الكل جاهز الحمد لله، لكن بقى يعني الدفع من عدمه او وجود علي معلول تحديدا في القائمه ده امر هيكون يعني هننتظر عليه شويه، لان احنا عايزين نطمن عليه تحديدا في التقسيمات وفي الكرات المشتركه، لكن بشكل عام طبيا علي جاهز، لكن الدفع بيه ننتظره من بيتسو موسيماني ورئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبله. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. يا كريم انا رجعت من قطر بالبرونزيه، مستنيك ان شاء الله ترجع لنا بالسوبر انت وفريق النادي الاهلي بالف سلامه باذن الله. فبشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، مراسل قناة الأهلي ومراسل مميز جدا في الحقيقة، ودايما بيحط جمهور النادي الأهلي في الصورة وفي كل الأجواء اللي بتتعلق بالفريق في أي مكان موجود في النادي الأهلي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق.